C3 Group. هيا جدة. Killer M. وانا مغمض العيون يلا كلكم قدامي على حبل الاعدام على طول ما راح اخليكم تعيش ولا تشوفوا الاحلام خوابيس وليكم مني يا مجموعه ملاحيس هذا تحذير كيلر ام اكس دي جروب نظامات الهدر العربي اسلوب غفريب ما في اي تدليل الكلام راح يرد في الطبيس والاحلام نظامات الحدث العربي اسلوب نفريد ما في اي تجديد تعالوا شوف نفسك هذا الكلام هذا الكلام الكلام راح يرد في الطبيس والاحلام X3 Group هيا جدة Killer M Yeah.
الانسان ويتحدونا مسحتهم الجزاد للحين ما عرفونا اتمنى بيقولوا مستحيل يوم ينسونا فيدروا مين احنا وهم مين الفرق اللي بيننا فرق الارض والسماء هذه الأغنية اهداء لمنظمة الهكر العربي الهكر العربي كيلر ام اكس 3 جروب يو 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 احنا بغطة الدين نفجر متداكم تفكير احنا بغطة الدين اجازتنا خلي عدو يهين لازم تعرفون سرعة تفكيرنا ما لها اي تفسير وغيرنا من الدلاخة عقله يبغى يطير عض الصاعقة يغير بقوة التدمير تعالوا وشوفوا منظمة الهكر العربي اقوى الثورات وافضل الشروحات عكس غيرنا فالح بسرقة الانجازات منتدى عربي عند الكل معروف للحساد واقفين بدون اي ذرة خوف منتدانا منتدى الهكرز العربي لا للحساد شادو دكتور اكس بلويس ويوج ويس يا حاكتين اجعل عيونكم مدمعه قائد فاشل ونائب الرئيس شخص امعه كلام يا منتدى الصاعقه الحين لازم تسمعه حروف اسم بين عيونك يلا اجمعه ماني خطير بالاختراق لكن افجركم وانا مغمض العيون يلا كلكم قدامي على حبل الاعدام على طول ما راح اخليكم تعيشوا ولا تشوفوا الاحلام كوابيس ولكم مني يا مجموعه ملاحيس هذا تحذير كيلر ام اكس اي جروب نظامات الهجر العربي اسلوب نفرين ما في اي تكليف تعالوا شوف نفسك هذا الكلام الكلام رح يتردد في الكوبيس والاحلام نظامات الهجر العربي اسلوب نفرين ما في اي تكليف تعالوا شوف نفسك هذا الكلام هذا الكلام كلام راح يتردد في الكوابيس والاحلام كلام راح يتردد